إذا للحديث عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق واستغلال الميليشيات لها وانعكاساتها على المجتمع العراقي، تنضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبد اللطيف. أستاذة حنان، مرحبا بكم. يعني كيف أصبح بلد مثل العراق غني بموارده عرضة وأيضا موطنا لتجارة البشر بعد عام 2003؟ ما سبب في ذلك؟ اهلا وسهلا اخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. طبعا سيدي الكريم، العراق بلد محتل منذ 2003، يعني واحتلال مركب، احتلال امريكي وايراني. والاحتلال الايراني هو الاخطر بكثير من الاول. فنظام الملالي عمد منذ 2003 والى الان الى سياسه افقار البلد وسرقه ثرواته وعرقله خطط تطوره ونهضته ودمر الصناعة والزراعة والاقتصاد وجعل العراق سوقا استهلاكية لمنتجاته، يعني من الإبرة إلى الآليات العسكرية والصواريخ. نعم. وسيطر على كل الأعمال التجارية بحيث أن الشركات الإيرانية لا تشغل العمالة العراقية. يعني تخيل في محافظتي النجف وكربلاء، نعم، شركات التنظيف إيرانية وعمال التنظيف إيرانيون. فلا عجب لما تعلن الأمم المتحدة في تقاريرها أن ثلث العراقيين يعيشون تحت خط الفقر. وطبعا الحقيقة النسبة الحقيقية هي أعلى بكثير من ذلك، وبسبب ارتفاع معدلات الفقر وانتشار المخدرات جعل العراق موطنا لتجارة الأعضاء البشرية وجعل العصابات والميليشيات تستدرج الفقراء من العراقيين. طيب. شراء أعضاءهم البشرية. طيب أستاذة حنان، وفقا لمعهد واشنطن للدراسات يقول بأن غياب سلطة القانون وضعف القضاء هما ساهما أكثر في تهيئة الظروف للميليشيات للتجار بالبشر في العراق، هل تتفقين مع هذا الطرح لمعهد واشنطن للدراسات؟ يعني طبعا بالرغم من تشريع الحكومة العراقية القانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية، نعم، بحيث يمنع المتبرع تلقي أموال مقابل التبرع بعضو من جسمه، كما يمنع المتلقي من دفع الأموال، إلا أن تطبيق القانون لم يكن بقوة تشريعه، خصوصا إذا عرفنا أن معظم المتورطين بعمليات الاتجار بالأعضاء البشرية هم من الميليشيات المتنفذة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الذي يتاجر في كل شيء بالمخدرات والأعضاء البشرية، حتى لديه مزارع دجاج ومزارع للبيض. طبعا القانون الدولي يمنع الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، وفي دول أوروبا كذلك عمليات التبرع للأعضاء تكون بعد الوفاة وليس في حياة الشخص ووفق وصية يتركها، ويمنع على المتبرع أيضا الاتصال بالمريض الذي يحتاج إلى عملية زراعة عضو، وإنما يحصل عليه من بنك الأعضاء البشرية. وبما أن العراق طبعا بلد بلا سيادة ومحتل من قبل نظام الملالي، البلد الوحيد الذي يسمح بالاتجار بالأعضاء البشرية وهو البلد الأول عالميا في هذه التجارة، نعم، فأكيد يصعب تطبيق القانون فيه. بمسألة التبرع في هذا الإطار، يعني كيف يمكن للحكومة أن تستمر بالتغاضي عن هذه الانتهاكات؟ على سبيل المثال للحصر، يعني مثلا مفوضية حقوق الإنسان في ديالى تؤكد أن 90% من تجارة الأعضاء البشرية تجري بغطاء شرعي وهو التبرع، كيف ترين ذلك أستاذة حنان؟ نعم، على الحكومات العراقية والسلطات التنفيذية القيام بدورهم في مراقبة المستشفيات والمراكز الطبية التي تحدث فيها العمليات، ويجب أيضا مراقبة مواقع الإنترنت التي تنتشر فيها إعلانات شراء الأعضاء البشرية وتتبعها، والقبض على كل من يساهم في نشر إعلان واستدراج أو القيام بالعملية الجراحية ومعاقبتهم. طبعا ونشاهد اليوم أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفقر، نعم، والقانون الذي يمنع إجراء هذه العمليات في العراق، يتم الاتفاق مع المتبرع بالسفر إلى الخارج لإجراء هذه العملية. نعم.
فهنا على الدولة أيضا متابعة هذه الحالات وإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في هذه العمليات، كما يجب أيضا على الدولة تحسين دخل المواطن العراقي والارتفاع يعني القضاء على معدلات الفقر حتى لا يلجأ المواطن إلى بيع أعضاء البشرية، وتفعيل دور المنظمات المجتمعية للمساهمة بنشر البرامج التوعوية وكذلك الإعلام والقنوات التلفزيونية. وما يحدث طبعا في ديالة هو بسبب سيطرة الميليشيات عليها وقربها من إيران وانتشار الفقر، وهذا ما ساهم بارتفاع معدل هذه العمليات. طيب. ولأن القانون والقضاء اليوم أصبح رهينة بيد الميليشيات، وشاهدنا يوم أمس اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في نيسان، فبالتأكيد القوانين المشرعة لا تستطيع الدولة من تنفيذها. أستاذ حنان، مع انتهاك العراق رسميا للبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، هل لديكم كجهات يعني حقوقية علاقات مع منظمات أممية لإيقاف هذا الاستغلال الإنساني؟ نعم. طبعا العراق هو وقع على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وهو يحمل إرث كبير من جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والعنف المفرط الذي عبر الحدود. لقد عقد مركزنا عدة ندوات، وكان آخرها في 30/10/2021 بعد أن وقع العراق البروتوكول مع جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد الدليمي. وقدمنا تقارير كثيرة بهذا الصدد، ونحن نرصد ونوثق كل هذه الجرائم والانتهاكات ونقدمها في التقارير الدورية إلى مجلس حقوق الإنسان. والذي سيعقد دورته القادمة في 28/2. كما نرسل أيضا تقاريرنا إلى المنظمات الحقوقية كهيومان رايتس ووتش وأمنستي، وأيضا بعد اللقاء الأخير الذي حصل بين مركزنا ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 2019، نحن على تواصل مستمر ومباشر معهم، ونزودهم بالجرائم المستجدة التي تحدث في العراق وفق طلبهم لدراسة هذه الجرائم وتوثيقها. من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبد اللطيف، شكرا جزيلا لكم.